الروادي المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه باقليم تطوان، السيد عامل الاقليم اليوم تراس الاجتماع مع السيدات والساده رؤساء المؤسسه التعليميه ولا ايضا ممثلي جمعيات الاباء والامهات على المستوى يعني المؤسسه التعليميه بالاقليم، اللي كان الهدف منه هو تقريب من طبيعه الحال كافه مكونات المنظومه من المخرجات ديال اللقاء اللي تراسه السيد رئيس الحكومه والسيد وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه مع النقابات الاكثر تمثيليه، واللي كانت اهم الخلاصات ديالو بطبيعه الحال اولها هو تجميد ديال النظام الاساسي ووقف العمل بهم طبيعه الحال مع ما يترتب من ذلك من وقف كافه الاثار القانونيه المترتبه عليه، ثم من طبيعه الحال الزياده في الاجور ديال كافه الموظفين ديال القطاع، ثم ثانيا بالنسبه للاقتطاعات كما استمعنا للتصريح ديال السيد رئيس الحكومه انه غيتم الوقف ديال كافه الاقتطاعات يعني اللي غتكون بالنسبه للشهر المقبل، ثم النقطه الاساسيه الاخرى هي تحديد المدى الزمني اليوم للنقاش والتفاوض اللي غيكون، اللي تم تحديد يعني اجل ديال 15 يناير كاجل اقصى من اجل الوصول لاتفاق اللي غيجي من اجل حافه يعني الاجابه على كافه المطالب ديال الشغيله التعليميه. اليوم امام هاد الخلاصات وهاد الالتزامات ديال الحكومه، يعني المطلوب منا اليوم كشغيله تعليميه كاساتذه اننا نلتحقوا بالفصول الدراسيه ديالنا باش اننا يمكننا نتابعوا التنفيذ ديال البرامج والمقررات الدراسيه ديالنا. من طبيعه الحال المديريه من جانبها من اجل من طبيعه الحال تعويض اليوم يعني الساعات والايام اللي ضاعت من في الزمن المدرسي، اليوم تم تحديد واحد البرنامج طموح للدعم التربوي اللي غينخلطوا فيه واحد المجموعه ديال الشركاء للمدرسه الوطنيه للاساتذه بازيد من تقريبا 2500 يعني طالب اللي غينخلطوا في هذه العمليه هذه، ولا ايضا واحد المجموعه ديال الجمعيات الشريكه، ولا ايضا البرنامج ديال الاوراش اللي غيكون الهدف ديالهم بطبيعه الحال ماشي هو تعويض ديال الاساتذه وانما تقديم واحد ديال المجموعه ديال الدروس ديال الدعم والتقويه لفائده التلاميذ باش يمكن لهم يعني يسترجعوا يعني ما فات ويمكن لهم انهم يقويوا المكتسبات ديالهم اللي غتمكن لهم انهم يسيروا يعني ما تبقى مسيرة ان شاء الله في النجاح.